بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله. الدرس 14. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: الوجه السابع، أن اعتماد العبد على المخلوق وتوكله عليه يوجب له الضرر من جهته هو ولا بد، عكس ما أمله منه، فلا بد أن يخذل من الجهة التي قدر أن ينصر منها، ويذم من حيث قدر أن يحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. الله جل وعلا أمر بالتوكل عليه وحده، التوكل عليه وحده، والتوكل على الله معناه تفويض الأمور إلى الله عز وجل، والاعتماد عليه في قضاء الحاجات، تفريج الكروبات، وحل المشكلات. قال الله جل وعلا: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قال سبحانه: من يتوكل على الله فهو حسبه، يعني كافي. إذا توكلت على الله كفاك. وليس التوكل باللسان فقط، تقول توكلت على الله بلسانك، إنما هو بالقلب وباللسان. والتوكل من أعظم أنواع العبادة، فاعبده وتوكل عليه، أعظم أنواع العبادة لما فيه من الاعتماد على الله والاستغناء عما سواه. هذا هو التوحيد في الحقيقة. من توكل على الله صادقا كفاه ما أهمه. ومن توكل على غيره وكله الله إليه. من توكل على غير الله وكله الله إلى من توكل عليه، ولن يفيده شيئا، لأنه مخلوق ضعيف، قد يكون أقل منه وأعجز منه، لا سيما اللي يتوكل على الأموات وعلى الأضرحة، توكل على أناس ميتين لا حيلة لهم، لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. هذا ضياع، توكل على غير الله ضياع. من توكل على غير الله وكله الله إلى من توكل عليه. ولهذا في الحديث: من توكل على شيء وكل إليه، وكل إليه عقوبة له. فهذا الباب باب عظيم، باب التوكل على الله. نعم. الوجه السابع، مع التوكل على الله مع الأخذ بالأسباب. ما يتوكل على الله ويترك الأسباب، يقول يكفي التوكل على الله. نعم، التوكل على الله هو الأصل، لكن الله أمر باتخاذ الأسباب مع التوكل على الله. فلا يعتمد على التوكل ويترك الأسباب، ولا يعتمد على الأسباب ويترك التوكل على الله، بل لا بد من الجمع بينهما. ولهذا لما سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم عن ناقته، هل يعقلها يعني
يوثقها في عقال أو يتوكل على الله. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اعقلها وتوكل. اعقلها هذا فعل السبب، وتوكل على الله في حفظها، اجمع بينهما. نعم. الوجه السابع أن اعتماد العبد على المخلوق وتوكله عليه يوجب له الضرر من جهته هو ولا بد، عكس ما أمله منه. من جهة المتوكل عليه، عكس ما أمله المتوكل أنه بينفعه بيكفيه بيقضي حاجته. نعم. فلا بد أن يخذل من الجهة التي قدر أن ينصر منها. لا بد أن يخذل الذي يتوكل على الله، لا الذي يتوكل على غير الله، لا بد أن يخذله الله عز وجل وأن يكله إلى من توكل عليه. نعم. ويذم من حيث قدر أن يحمد. يذم لأن التوكل على الله مذموم منهي عنه، وهو يظن أنه محمد وأنه مرغوب فيه. نعم. وهذا أيضا كما أنه ثابت بالقرآن والسنة فهو معلوم بالاستقراء والتجارب. كما أنه ثابت بالكتاب والسنة أن التوكل على غير الله خذلان، فهو أيضا ثابت بالتجارب، تجارب الناس الذين استعملوا التوكل على غير الله فخذلوا، واضح هذا. نعم. قال تعالى: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. نعم. واتخذوا أي المشركون من دون الله غير الله آلهة، يعني معبودات. الآلهة هي المعبودات. مش قصدهم ليكونوا لهم عزة، يريدون أن هذه المعبودات تعزهم وتحميهم. قال الله جل وعلا: كلا، هذا نفي، أي لا يكونون لهم عزة، نفي. سيكفرون بعبادتهم، لأن الذين يعبدون غير الله في يوم القيامة يتبرأ المعبودون من عابديهم، تبرؤون منهم في موقف هم أحوج ما يكونون إلى النصرة، يتبرؤون منهم. يتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا، يتمنون أنهم يرجعون إلى الدنيا، وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة، أي رجوعا إلى الدنيا، فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. قال الله: كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. فيتبرؤون منهم يوم القيامة، هذا المآل وهذا النتيجة، أحوج ما يكونون إليهم. والله بيّن هذا، والرسول بيّن هذا، لأجل أن نترك التوكل على غير الله عز وجل ونقتصر على التوكل على الله الذي بيده الأمور. نعم. وقال تعالى: واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. اتخذوا أي المشركون من دون الله غير الله آلهة، يعني معبودات، معبودات كثيرة. لعلهم، يعني إيش قصدهم؟ لعلهم ينصرون، يريدون أن هذه الآلهة تنصرهم. قال الله جل وعلا: لا يستطيعون نصرهم، هذه الآلهة ما تستطيع نصر من
اعتمد عليها وعبدها لا تستطيع نصره، لأنها هي بحاجة، هي مخلوقات بحاجة إلى من ينصرها، لا يستطيعون نصره. وهم أي هؤلاء المشركون لهم جند محضرون يدافعون عنه، المشرك يدافع عن معبوداته يقاتل دونها وقد يقتل، وهم لهم أي للمعبودات أو الآلهة جند محضرون يدافعون عنها، وهي لا تنفعهم شيئا. هذه حالة المشركين في كل الأوقات، هذه حالتهم مع الرسل الذين ينهونهم عن عبادة غير الله. نعم. وقال تعالى: واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون، أي يغضبون لهم ويحاربون. نعم، يحاربون دونهم، ولذلك المشركون يقاتلون دون معبوداتهم دون أوثانهم، يقاتلون يبذلون أنفسهم وأموالهم للدفاع عنها. نعم. أي يغضبون لهم ويحاربون كما يغضب الجندي ويحارب عن أصحابه، وهم لأنهم جنود، لأنهم جنود لا مجندون لها. نعم. أي يغضبون لهم ويحاربون كما يغضب الجندي ويحارب عن أصحابه، وهم لا يستطيعون نصرهم بل هم كل عليهم. أي نعم، لا يستطيعون نصرهم بل هم كل على من عبدهم، هم بحاجة إلى من عبدهم كالفقراء. نعم. وقال تعالى: وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب. أي لما ذكر الله في سورة هود ما حل بالمشركين من النكال والدمار، ما حل بالأمم من النكال والدمار، قال: وما ظلمناهم، الله ما ظلمهم، جازاهم بعملهم. وما ظلمناهم، نعم، ولكن ظلموا أنفسهم، وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. هم الذين ظلموا أنفسهم حيث عبدوا غير الله، فظلموا أنفسهم. الواجب أن يرفعوا أنفسهم وأن يعزوها وأن يعلقوها بالله عز وجل، لكنهم ظلموها بأن وكلوها إلى غير الله فضاعت. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم، هم ما ظلموا الله إنما ظلموا أنفسهم، الله ليس بحاجة إليهم ولا نقصوا الله شيئا، إنما ظلموا أنفسهم. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم، لما نزل بهم العذاب الذي ذكره الله في هذه السورة، لما نزل بهم ما أغنت عنهم آلهتهم، ما دفعت عنهم آلهتهم القتل والموت والدمار، ما دفعت عنهم أنفسهم. فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك، لما جاء العذاب ما نفعته. وما زادوهم أي معبوداتهم ما زادت من عبدها غير تتبيب، يعني خسار والعياذ بالله، ما زادوهم غير تتبيب. وهذه حالة المشركين في كل زمان ومكان، وكل من تعلق على غير الله وعبد غير الله توكل على غير الله هذه نهايته. وما زادوهم غير
تتبيب أي خسار ودمار. الله جل وعلا قال للمشركين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم الذين يعبدون اللات والعزى ومناة، قال أفرأيتم اللات والعزى ومناة ما أغنت عنكم شيئا بل ولا دفعت عن نفسها، هدمها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا دفعت عن نفسها، هذا شيء شاهدتموه رأيتموه، فكيف تعبدون آلهة لا تدافع عن نفسها؟ لكن العقول تذهب والعياذ بالله، العقول تذهب. نعم. وما زادوهم غير تتبيب أي غير تخسير. نعم. وقال تعالى فما تزيدونني غير تخسير. نعم. وقال تعالى فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. فلا تدعوا مع الله إلها آخر، أيا كان هذا الإله المعبود من الملائكة من الأنبياء من الصالحين من الأشجار والأحجار من القبور والأضرحة، فلا تدعوا مع الله إلها آخر بل ادعوا الله وحده، فإن دعوت مع الله غيره تكون من المعذبين، فتكون من المعذبين. هذه النتيجة، أن عبادة غير الله تكون عذابا على أصحابها وهم يؤملون فيها الخير والسعادة. نعم. وقال تعالى لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. قل الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم، وهو نهي لكل الأمة، لا تجعل مع الله إلها آخر، يعني لا تعبد معه إلها آخر، لأن تدعوه وتذبح له وتنذر له وتتقرب إليه ترجو منه النصر، ترجو منه الحماية، ترجو منه الرزق، لا تدعو مع الله إلها آخر. ما هي النتيجة؟ فتقعد مذموما مخذولا، مذموما من الله جل وعلا ومخذول من قبل من تعبدهم، يخذلونك ولا ينفعونك شيئا. نعم. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، فإن المشرك، ولهذا قال بعدها وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. نعم. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، فإن المشرك يرجو بشركه النصر تارة والحمد والثناء تارة، فأخبر سبحانه أن مقصوده ينعكس عليه ويحصل له الخذلان والدم. هو يريد أنه يمدح بهذا والعكس يذم في هذا، تقعد مذموما، يريد النصر تقعد مخذولا، فلا يحصل له مدح ولا يحصل له نصر، إنما يبقى مذموما، فتقعد يعني تبقى مذموما مخذولا عكس ما تؤمن. نعم. والمقصود أن هذين الوجهين في المخلوق ضدهما في الخالق، فصل. نعم. فصل. والمقصود أن هذين الوجهين في المخلوق، وجهين الذم والخذلان. نعم. والمقصود أن هذين الوجهين في المخلوق ضدهما في الخالق، ضدهما في الخالق، إذا عبدت الله عز وجل فإنك تمدح بدل أن تذم، يمدحك الله مدح صحيح حقيقي هو مزور، وتنصر من الله فلا تبقى مخذولا، ينصرك الله عز وجل، ينصركم الله فلا غالب لكم، يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. نعم. والمقصود أن هذين الوجهين في المخلوق ضدهما في الخالق، فصلاح القلب وسعادته وفلاحه في عبادة الله والاستعانة به، وهلاكه وشقاؤه وضرره العاجل والآجل في عبادة المخلوق والاستعانة به. نعم. الوجه الثامن،
أن الله سبحانه وتعالى غني كريم عزيز رحيم، فهو محسن إلى عبده مع غناه عنه. يريد الله جل وعلا متصف بصفات الكمال الغنى التام، فلا يحتاج إلى أحد، بل كل أحد محتاج إليه. ومع غناه فهو كريم سبحانه، وليس مثل المخلوق الذي إذا زاد غناه زاد بخله، بل الله غني كريم، وكل ما تريد منه فهو موجود إذا أخلصت العبادة له. نعم. الوجه الثامن أن الله سبحانه وتعالى غني كريم عزيز رحيم. عزيز يعني قوي، العزة هي القوة والمنعة، الله لا يغالب سبحانه وتعالى، قوي. ومع قوته فهو رحيم، ليس عنده غلظة أو ليس عنده غلظة أو تمنع عن مساعدة من لجأ إليه، خلاف المخلوق يغتر بقوته، إذا كان فيه عنده شيء من القوة يغتر بها ولا ينفع الضعفاء والمحتاجين ويساعدهم. الله عزيز رحيم سبحانه وتعالى، يرحم الضعفاء والمستضعفين والفقراء. نعم. أن الله سبحانه غني كريم عزيز رحيم، فهو محسن إلى عبده مع غناه عنه. يحسن إلى عبده مع غناه عن عبده، الله المخلوق يحسن إليك، يرجو منك أن ترد عليه الجميل، أما الله لا يريد منك إلا الثناء إلا المدح، ما يريد منك إلا المدح، ما يريد أن تعطيه شيئا أو أن تهدي إليه شيئا، هو غني يعطيك، هو اللي يعطيك سبحانه وتعالى، خلاف المخلوق فهو إن أعطاك فهو يريد منك المعاوضة. نعم. فهو محسن إلى عبده مع غناه عنه، يريد به الخير ويكشف عنه الضر، لا لجلب منفعة إليه من العبد ولا لدفع مضرة، بل رحمة منه وإحسانا. قال تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم، إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله غني حميد. ما تنفعه طاعة الطائعين، وإنما طاعتهم تنفعهم هم، والله أمرنا بذلك لمصلحتنا لا لمصلحته هو، هو غني عنا وعن عبادتنا، ولكنه أمرنا بعبادته لأجل أن يرحمنا ويجود علينا من فضله سبحانه وتعالى، نحن بحاجة إليه، أما هو فليس بحاجة إلينا، ومع هذا يدعونا، مع هذا يدعونا إلى عبادته ويأمرنا بعبادته لمصلحتنا نحن، لمصلحتنا نحن يأمرنا. الله جل وعلا يقول: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. كل الناس فقراء إلى الله، ما أحد يستغني عن الله، الملوك والسلاطين والأغنياء فقراء إلى الله، إذا نزل بهم شدة، نزل بهم مرض، نزل بهم، ما ينفعهم ملكهم ولا سلطنتهم ولا غناهم، فقراء إلى الله جل وعلا، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. شوف، مع غناه حميد سبحانه، مع غناه فهو حميد، يجود على عباده ويرزقهم ويعطيهم، حتى ولو عصوه يعطيهم ويرزقهم. منين يعيش الكفار والمذنبون إلا من رزق الله سبحانه وتعالى. نعم.
فهو سبحانه وتعالى لم يخلق خلقه ليتكثر بهم من قلة. هو قوي لا يحتاج إلى أحد ليتكثر بهم ليكونوا يدافعون عنه، لا، هو اللي يدافع عنهم، هو الذي يدافع عن عباده وليس هم الذين يدافعون عنه. نعم. فهو سبحانه لم يخلق خلقه ليتكثر بهم من قلة ولا ليتعزز بهم من ذلة، بل هو العزيز سبحانه، هو العزيز، ما هو يطلب منهم العزة، بل هو العزيز سبحانه بذاته. نعم. ولا ليرزقوه، ولا ليرزق، ما أريد منهم من رزق، ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وعبادتهم لهم، ما أريد منهم من رزق، إن الله هو الرزاق، هو الرزاق، ما أريد منهم من رزق، وما أريد أن يطعمون، سبحانه هو يطعم ولا يطعم، غني عن عباده سبحانه وتعالى، فهو الذي يطعم، فأنت الفقير إلى الله من كل وجه، من كل حالة، فكيف تتكبر عن عبادة الله، تحرم نفسك من الاتصال بالله، تحرم نفسك من فضل الله. نعم. ولا ليرزقوه ولا لينفعوه. نعم. ولا ليدفعوا عنه. نعم. كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق. ليعبدون، ليعبدون، الحكمة من خلقه الجن والإنس ليعبدوه، والنون هذه ليعبدون ليست نون الفعل، إنما هي نون الوقاية أصله، ليعبدوني، ليعبدوني، فحذفت الياء تخفيفا وبقيت نون الوقاية، وإلا لو كانت نون الإعراب لحذفت، لأن الأفعال الخمسة تنصب بحذف النون. نعم. كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هو الرزاق كثير الرزق، من ذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه، ما أحد يرزقكم إذا أمسك الله رزقه فلا أحد، إن الله هو الرزاق ذو القوة، ما هو بحاجة إلى أحد، قوي سبحانه، قوي في ذاته، لا يعجزه شيء. المتين صفة من صفات الله، المتين الذي لا يغالبه أحد. نعم. وقال تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. نعم. فالله يحمد على صفاته العظيمة، فهو نزه نفسه عن الولد، لم يتخذ ولدا، رد على النصارى الذين يقولون المسيح ابن الله، واليهود الذين يقولون عزير ابن الله، والمشركون الذين يقولون الملائكة بنات الله. الله لم يتخذ ولدا، لأن الله، لأن الولد شبيه، شبيه لأبيه، والله لا شبيه له، لا شبيه له سبحانه وتعالى، والولد جزء من الوالد، الله جل وعلا ليس له جزء من خلقه، جعلوا له من عباده جزء، يعني ولد، لأن الولد جزء من الوالد، جعلوا له من عباده جزءا، يعني ولدا، لأن الولد جزء من الوالد، وكذلك الوالد يحتاج إلى الولد، يحتاج إلى الولد، والله ليس بحاجة إلى الولد، ليس بحاجة إلى الولد،
فهو غني عن الولد من كل الوجوه. نعم. ولم يكن له شريك في الملك. ولم يكن له شريك في الملك. فالملك لله وحده. لمن الملك اليوم؟ ليوم القيامة إذا جمع الله الأولين والآخرين يقول لمن الملك اليوم؟ ما أحد يجيبه، ما أحد يقول لفلان ولا لي ولا. لمن الملك اليوم؟ ما أحد يجيبه، ثم يجيب نفسه فيقول لله الواحد القهار. فالملك لله سبحانه وتعالى، مالك الملك. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء. فالملوك الله هو الذي ملكهم وقادر على أن يعزلهم. تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ولم يكن له شريك سبحانه، نزه نفسه عن الولد ثم نزه نفسه عن الشريك. نعم. ولم يكن له ولي من الذل. ولم يكن له ولي من الذل، يعني وزير أو صاحب يساعده، لأنه غني عن ذلك، ليس بحاجة مثل ملوك الدنيا إلى وزراء إلى أولياء لهم يوالونهم ويعزونهم و لا، الله ليس بحاجة إلى ولي من الذل. أما الولي بمعنى العبد الذي يحبه الله من الولاية، فالله جل وعلا له أولياء، أولياء الله، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم. أولياء الله من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، هؤلاء هم أولياء الله. هذا ولي ثابت. أما الولي المنفي فهو الذي يتخذه الملك أو السلطان ليساعده. الله ليس بحاجة إلى من يساعده ويعينه. نعم. فالسلطان والملك يتخذ وليا لأنه ذليل، ولهذا وقال ولم يكن له ولي من الذل. الله جل وعلا ما عزيز، ليس ذليلا، ما يحتاج إلى ولي يساعده ويدفع عنه وإلى آخره كما يحتاجه المخلوق، لكنه يتخذ وليا من عباده المؤمنين بمعنى المحب، يحبهم ويحبونه. نعم. ولم يكن له ولي من الذل، فهو سبحانه لا يوالي من يواليه من الذل كما يوالي المخلوق المخلوق. لا يوالي من يوالي، هو يوالي بعض عباده لكن ليس من الذل، وإنما هذا من الولاية وهي المحبة، وهي المحبة. أما المخلوق فيتخذ وليا من الذل، لأنه ذليل يحتاج إلى من يناصره ويدافع عنه ويعينه. نعم. وإنما يوالي أولياءه إحساناً ورحمةً ومحبةً لهم. إحساناً منه إليهم ورحمةً بهم ومحبةً لهم. فالولي معناه المحبوب، من الولاء والموالاة يعني المحبة. نعم. وأما العباد فإنهم كما قال تعالى والله الغني وأنتم الفقراء. العباد كلهم فقراء، ما يستثنى من هذا أحد. أنتم يا العباد كلكم فقراء، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، كلهم فقراء إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. وأما العباد فإنهم كما قال تعالى والله الغني وأنتم الفقراء. الله الغني له الغنى المطلق، وأنتم الفقراء لكم الفقر المطلق، إلا من رزقه الله وأعزه الله. نعم. فهم لفقرهم وحاجتهم إنما يحسن بعضهم إلى بعض لحاجته إلى ذلك. نعم. وانتفاعه به عاجلا أو آجلا. الذي يحسن إلى الناس يرجوهم
أنهم يساعدونه، أنهم يعينونه، يردون عليه الجميل. أما الله جل وعلا فهو يحسن إلى عباده رحمة بهم وليس بحاجة إليهم، وإنما رحمة بهم. نعم. إنما يحسن بعضهم إلى بعض لحاجته إلى ذلك وانتفاعه به عاجلا أو آجلا، ولولا تصور ذلك النفع لما أحسن إليه، فهو في الحقيقة إنما أراد الإحسان إلى نفسه. أي نعم، حينما يحسن إلى الناس فهو يريد الإحسان إلى نفسه، يريد أن هؤلاء الذين أحسن إليهم يعوضونه ويردون عليه الجميل. ولهذا لو أساء واحد منهم صار يتشرع عليه، أنا أعطيتك كذا، أنا سويت كذا بك، يعني يتشرع عليه، هو يريد منهم أن يردوا عليه. نعم. فهو في الحقيقة إنما أراد الإحسان إلى نفسه، وجعل إحسانه إلى غيره وسيلة وطريقا إلى حصول نفع ذلك الإحسان إليه. نعم. فإنه إما أن يحسن إليه لتوقع جزائه في العاجل، فهو محتاج إلى ذلك الجزاء ومعاوض بإحسانه، معاوض من المعاوضة. نعم. أو لتوقع حمده وشكره، أو إذا كان ما هو بحاجة إلى رد الجميل يبيه يحمده ويثني عليه ويمدحه. نعم. أو لتوقع حمده وشكره، فهو أيضا إنما يحسن إليه ليحصل له منه ما هو محتاج إليه من الثناء والمدح. نعم. فهو محسن إلى نفسه بإحسانه إلى الغير، هذا الإنسان. نعم. وإما أن يريد الجزاء من الله في الآخرة فهو أيضا محسن، هذا الإحسان المحمود، إذا أحسن إلى الناس لا يريد منهم، إنما يريد من الله، هذا هو الإحسان المحمود. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، يريد الجزاء من الله. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، بل يريدون من الله سبحانه وتعالى. نعم. وإما أن يريد الجزاء من الله في الآخرة فهو أيضا محسن إلى نفسه بذلك، وإنما أخر جزاءه إلى يوم فقره وفاقته. نعم. فهو غير ملوم في هذا القصد الأخير، غير ملوم في القصد الأخير، بل هو مرغب فيه. نعم. فهو غير ملوم في هذا القصد، فإنه فقير محتاج. نعم. وفقره وحاجته أمر لازم له من لوازم ذاته، فكماله أن يحرص على ما ينفعه ولا يعجز عنه. نعم. وقال تعالى: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. شف، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، ما هو بأنك تحسن إلى المحتاج لأجل نفع المحتاج فقط، ولكنك تحسن إليه أيضا تريد من وراء رد المثل، إما في الدنيا وإما في الآخرة. نعم. وقال تعالى: وما تنفقوا من خير يوفى إليكم. هذا وما تنفقوا من خير، صدقات، مساعدات، فإنها توفى إليكم عند الله جل وعلا، وهذا راجع إليكم. فأنت تنفق ونفع هذه النفقة راجع إليك. نعم. وقال تعالى فيما رواه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم: يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. هذا الحديث الطويل العظيم عن أبي ذر رضي الله عنه. نعم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. نعم. إنما هي أعمالكم أحصيها لكم،
فمن وجد خيرا من أعماله وثوابا في الآخرة فليحمد الله على ذلك الذي وفقه لهذا العمل وتقبله منه وجازاه عليه، يحمد الله عز وجل. ومن وجد غير ذلك، وجد ضررا وعذابا بسبب عمله، فلا يلومن إلا نفسه. هو الذي قدم هذا لنفسه، هو الذي قدم لنفسه هذا من الكفر بالله والشرك والمعاصي والسيئات. نعم، إنما هي أعمالكم خيرها أو شرها. نعم. فالمخلوق لا يقصد منفعتك بالقصد الأول، بل إنما يقصد انتفاعه بك. والرب، نعم، المخلوق حينما يحسن إليك لا يقصد منفعتك بالوجه الأول، إنما يريد منفعة نفسه من ورائك، يريد منفعة نفسه من ورائك. نعم. والرب تعالى إنما يريد نفعك لا انتفاعه بك. يريد نفعك ولا يريد انتفاعه بك، لأنه غني عنك لا يحتاج إليك. نعم. والرب تعالى إنما يريد نفعك لا انتفاعه بك، وذلك منفعة محضة لك خالصة من المضرة. نعم. بخلاف إرادة المخلوق نفعك، فإنه قد تكون فيه مضرة عليك ولو بتحمل منته. نعم، إحسان المخلوق إليك مشوب بالمنة، ومشوب أيضا طلب المعاوضة منك. أما الله جل وعلا فهو يحسن إليك ولا يريد منك إلا الحمد والشكر، ما يريد منك أن ترد عليه. نعم. بخلاف إرادة المخلوق نفعك، فإنه قد تكون فيه مضرة عليك ولو بتحمل منته. فتدبر هذا، فإن ملاحظته تمنعك أن ترجو المخلوق أو تعامله دون الله. نعم، إنما ترجو الله عز وجل وتتعامل مع الله وتعلق قلبك بالله عز وجل. نعم. فإن ملاحظته تمنعك أن ترجو المخلوق أو تعامله دون الله، أو تطلب منه نفعاً أو دفعاً، أو تعلق قلبك به، فإنه إنما يريد انتفاعه بك لا محض نفعك. نعم. وهذا حال الخلق كلهم بعضهم مع بعض. نعم. وهو حال الولد مع والده، والزوج مع زوجته، والمملوك مع سيده، والشريك مع شريكه. كل يريد النفع لنفسه، إذا بذل شيئا للغير فإنما يريد النفع لنفسه من ذلك الغير. نعم. فالسعيد من عاملهم لله تعالى لا لهم، وأحسن إليهم لله. نعم. وخاف الله فيهم ولم يخفهم مع الله. نعم. ورجى الله بالإحسان. ولهذا في الأثر يا عبدي كل يريدك لنفسه وأنا أريدك لنفسك، أنا أريدك لنفسك، وأما الناس فكل يريدك لنفسه، يريد أن تنفعه. نعم. فالسعيد من عاملهم لله تعالى لا لهم، وأحسن إليهم لله، وخاف الله فيهم ولم يخفهم مع الله، ورجى الله بالإحسان إليهم ولم يرجهم مع الله، وأحبهم لحب الله ولم يحبهم مع الله. نعم. كما قال أولياء الله: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. نعم. الوجه التاسع: أن العبد لا يعلم مصلحتك حتى يعرفه الله تعالى إياها. حتى يعرفه الله تعالى إياها. العبد ولو أراد أنه ينفعك ما يعرف منفعتك،
حتى يعرفه الله إياها. فقد يريد منفعتك ويضرك من حيث لا يشعر، لأنه ما يدري. نعم، حتى يعرفه الله بمصلحتك. نعم. ولا يقدر على تحصيلها لك حتى يقدره الله عليها. لو أراد أنه لو عرف مصلحتك، عرف مصلحتك وأراد أن يحصلها لك، لن يقدر إلا بأن الله يقدره عليها، قد يعجز عنها. نعم. ولا يريد ذلك حتى يخلق الله فيه إرادة ومشيئة. نعم. فعاد الأمر كله لمن ابتدأ منه، وهو الذي بيده الخير كله. عاد الأمر كله إلى الله الذي بيده الخير وهو على كل شيء قدير. نعم. فعاد الأمر كله لمن ابتدأ منه، وهو الذي بيده الخير كله، وإليه يرجع الأمر كله. فتعلق القلب بغيره رجاءً وخوفًا وتوكلًا وعبودية ضرر محض لا منفعة فيه، وما يحصل بذلك من المنفعة فهو وحده الذي قدرها ويسرها وأوصلها إليك. نعم. لا هذا الذي أملت فيه ما هو اللي يوصل لك المنفعة، إنما الذي أوصلها إليك هو الله على يده، على يد هذا. نعم. وما يحصل بذلك من المنفعة فهو وحده الذي قدرها ويسرها وأوصلها إليك. الوجه العاشر. يكفي، نقف عند هذا ونعطيكم إجازة إلى يوم السبت القادم إن شاء الله. نعم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا كان الشخص يحب شخصا ويفتقده إذا غاب، ويفرح لفرحه ويحزن لحزنه. إذا كان الشخص يحب شخصا ويفتقده إذا غاب. نعم. ويفرح لفرحه ويحزن لحزنه، هل هذا من التعلق بغير الله؟ لا، هذا إن كان يرجو ذلك الشخص فإنما يريد لنفسه، أما إن كان لا يرجوه وإنما يفعل هذا إحسانا إليه ورحمة به فهذا شيء طيب. نعم. فالكلام على المقصود، وش المقصود؟ نعم، أن شف مقصودك مع هذا الذي تحسن إليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: في بعض الأحيان أطلب من شخص حاجة وأرغب في التوكل على الله، فيبقى قلبي معلقا بذاك الشخص بأن يعطيني إياها ولا يقع لي التوكل، يقول: فكيف أجمع بينهما؟ هذا شيء يحتاج إلى قوة الإيمان، إلى قوة الإيمان والتوكل على الله. فمن رزق الإيمان بالله والتوكل على الله فإنه لا يتعلق بالمخلوقين ولا يذمهم إذا قصروا في حقه، ولا يمدحهم إذا جادوا معه، إنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تمدحهم كما في الأثر أنهم إذا أعطوك شيء حمدتهم، وإذا منعوا شيء لممتهم، وهم ليس بأيديهم شيء، إنما الله هو الذي أعطاك أو منعك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يأثم العبد؟ فلا تمدح الناس على ما آتاك الله، ولا تذمهم على ما لم يؤتك الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يأثم العبد إذا كان يحسن إلى المخلوق لأجل أن يحسن إليه هذا المخلوق؟ هل يأثم العبد إذا كان يأثم؟ نعم، ليس له، قد لا يأثم لكن لا يكون له أجر على إحسانه،
لا يكون له أجر على إحسانه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعض الناس يعبر أن الملائكة وزراء الله وسفراؤه. سفراؤه نعم، يعني السفير هو الرسول، الملائكة رسل، جاعل الملائكة رسلا ولي أجنحة، هم رسل، رسل الله، لأن الرسول على قسمين، الرسول الملكي والرسول البشري، فهم سفراء يعني رسل، رسل الله جل وعلا. وأما أنهم وزراء الله فهذا والعياذ بالله لا يجوز، هم وزراء لله عز وجل، الوزير هو المعين، هم لا يعينون الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، عند حصول فاقة لي أو فاقة علي أو حاجة، يأتي بعض الناس ليحسنوا إلي ويعطوني مساعدة وفي ذلك منة علي، هل يجوز أن أرد هذه العطية وهذه المساعدة ولا أقبلها؟ ربما يكون عندك وسواس، إذا كان من باب الوسواس اتركه وخذ ما أعطوك وأحسن الظن بهم، أحسن الظن بهم وخذ ما أعطوك لأنك محتاج إليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول نحن نعلم أن شهر ذي القعدة من الأشهر الحرم، ولكن يوجد من يقول إن هذا الشهر تضاعف فيه الأعمال، فهل هذا الكلام صحيح وهل يخص بأعمال صالحة؟ خله يجيب لك دليل، إذا قال هذا قل هات لي دليل على ما تقول، وإلا فهذا كلام فاضي ما له أصل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، وهل ثبت هذا من قوله؟ أنت اللي تقوله، أنت اللي تقول إن الرسول قال هذا، يحتاج إلى مراجعة، أنا ما راجعته، ولكن أحيانا الإنسان إذا أظهر أموره للناس يتضرر بهذا، وإذا أخفاها هذا أعون له على بلوغ حاجته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل صحيح أن الدهماء التي ذكرت في بعض الأحاديث هي شبكة الأنترنت كما يقول بعضهم، وذلك لأنها قد دخلت في كل البيوت تقريبا؟ الله أعلم، نحن لا نعين مراد الله ومراد رسوله إلا بدليل، ولكن نتوقع إن هذا كذا، من باب التوقع لا من باب الجزم، أو نقول من هذا من معنى ما ذكره الرسول من معناه يدخل فيه وما أشبه ذلك، ما نجزم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول حمل بلغ 90 يوما، حمل بلغ 90 يوما في بطن أمه ثم مات، فهل حكمه حكم الإنسان يصلى عليه ويغسل؟ لا، ما دام ما بلغ 4 أشهر فإنه لا يعامل معاملة الإنسان، معاملة الجنازة، لكن يلف في خرقة ويدفن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للمرأة أن تفطم رضيعها الذي عمره 9 أشهر وذلك لعزمها؟ هل يجوز للمرأة أن تفطم رضيعها الذي عمره 9 أشهر؟ 9 أشهر، 9 بالفتح، الذي عمره 9 أشهر. نعم. وذلك لعزمها على الحج، حجة الإسلام، هل يجوز؟ لا تضر الطفل، لا ما يجوز له، إذا كان الطفل بحاجة إلى الرضاع لا تضر من أجل تحج، بل تبقى وترضعه وتحج إلى العام القادم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا أكل الإنسان الثوم أو البصل فهل يعتزل المسجد طوال يومه وليلته
أم أن الضابط بقاء الرائحة الكريهة؟ لا، هو الاعتزال علشان الرائحة، إذا كان ما فيه رائحة هو ما يجوز له يعتزل المسجد، إنما يعتزلها مع بقاء الرائحة لدفع الضرر عن الناس والملائكة. نعم. ثم يقول حفظك الله: وإذا أكل الثوم والبصل ناسيا، فهل يجوز له أن يحضر حتى لا يفوت دروس العلم؟ هما الرائحة ما هي بتنظر إلى أنه ناسي ولا ذاكر، ما تنظر إلى، المهم وجود الرائحة سواء كان ذاكرا أو ناسيا، فلا يضر الناس والملائكة برائحته في المسجد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في الأذان الأول لصلاة الجمعة هل يردد مع المؤذن؟ إيه، ما هو بأذان، هو أذان، هو أذان شرعي، لأنه من سنة الخلفاء الراشدين، أمر به عثمان رضي الله عنه الخليفة الثالث، وكان بوجود علي بن أبي طالب من الخلفاء الراشدين وبوجود المهاجرين والأنصار، ولا أنكروا عليه إلا ما يروى عن ابن عمر كما ذكره ابن أبي شيبة في مصنفه أنه يقول بدعة، وابن رجب رحمه الله لما نقل كلام ابن عمر قال يريد البدعة الحسنة ولا يريد البدعة السيئة، مثل ما قال أبوه عن التراويح: نعمة البدعة هذه، يعني بدعة لغوية وليست بدعة شرعية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك راتبة قبلية بالنسبة لصلاة الجمعة؟ نعم. هل هناك راتبة قبلية قبل صلاة الجمعة؟ لا، ما في راتبة للجمعة قبلها، إنما إذا جاء إلى المسجد يصلي ما تيسر له نافلة مطلقة، والراتبة بعد الجمعة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز قراءة القرآن في المقبرة؟ لا، لا يجوز قراءة القرآن في المقبرة ولا عند القبور، هذا بدعة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم الأضحية إذا كانت مشقوقة الأذن أو مكسورة القرن؟ إذا كان الشق يعيب الحيوان فإنه لا يجزي، أما إذا كان ما يعيب الحيوان، شق يسير أو خرق يسير، هذا لا يضر. نعم. كذلك يقول: إذا كانت مقطوعة الإلية، الألية هذه صدر بها قرار من نهاية كبار العلماء أنها تجزي، صدر بها قرار من نهاية كبار العلماء أنها لا تجزي، أنها لا تجزي لأنها مقطوع عضو من أعضائها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، توفيت امرأة بسبب حادث سيارة وكان السائق هو ابنها، يقول: ما الذي يجب عليه؟ إن كان مفرطا في قيادته للسيارة متسبب في الحادث فعليه الدية والكفارة، أما إذا كان ما هو متسبب وإنما شيء جرى بغير تسبب منه فليس عليه شيء. نعم. فينظر إلى الحادث ما سببه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الصدقة الجارية هل من الأفضل للإنسان أن يخرجها قبل موته أم أنها بعد الوفاة أفضل؟ كله جائز. الجارية يعني الوقف، الصدقة الجارية يعني الوقف، والوقف على قسمين: وقف منجز في حال حياته، ووقف معلق على الموت، وهذا يأخذ حكم الوصية، يأخذ حكم الوصية، فالمنجز أحسن لئلا يأخذ حكم الوصية بعد الموت فلا يخرج إلا من الثلث فقط. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، أقول السائل: والدتي مطلقة وأنا ابنها الوحيد، وهي مدخنة، ووالدي صاحب تجارة وهو مدخن أيضا، يقول: كلاهما يحتاجان إلى خدمتي، ولكني لم أستطع الجمع بين رعايتهما وبين طلب العلم، وشعرت بأن إيماني قد بدأ يضعف، وحياة الوالدين فيها الكثير من المخالفات الشرعية. سافرت إلى هنا إلى هذا البلد لأجل طلب العلم، وتركتهما لوحدهما وهما موافقان ولكن على مضض. سؤاله: هل أستمر في طلبي للعلم وأبقى هنا، ولا يعتبر هذا من العقوق؟ إذا كان يحتاجان إليك فإنك تبقى عندهما، لأن حقهما واجب، طلب العلم سنة، حقهما واجب. إذا كان يحتاجان إليك ولم يسمحا لك، أما إذا سمحا لك أو كان لا يحتاجان إليك فاستمر في طلب العلم، واتصل بهما وواصلهما وأقنعهما. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل من عليه دين يزكي ماله أم يقضي دينه، لأن المبلغ لا يكفي للأمرين؟ إذا حال عليه الحول يزكي ما عنده ولو عليه دين، وإذا سدد دينه قبل تمام الحول فإنه إذا نقص النصاب فليس عليه زكاة، إذا سدد قبل تمام الحول، أما إذا تم الحول وجبت الزكاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أشكل علي وجوب المناصحة سرا لمن تثبت بدعته وحرمة غيبته، وبينما ذكرتم بوجوب الرد على أهل البدع والتحذير منهم، وأنه لا غيبة لمن أظهر بدعته. لمن أظهر بدعته. إذا كان يرجى أنه يترك بدعته وتنفعه النصيحة فابدأ بالنصيحة، أما إذا كان ما يرجى رجوعه ولا يقبل فيرد عليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: بعض الناس قد يعمل أو قد يمتنع عن المعصية أمام الناس لحيائه منهم، فإذا خلا بمحارم الله انتهكها. سؤاله: كيف يعظم المؤمن الله في قلبه بحيث يخشاه في السر والعلن؟ ما وسيلة ذلك؟ قال صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، ما هو بتتقي عند الناس وإذا خلوت تبارزه بالمعصية، هذا لا يجوز. اتق الله حيثما كنت، اجعل تقواه ملازمة لك مع الناس أو أنت خال عن الناس، لأن الله معك ويراك، وأنت لا تخشى الناس إنما تخشى الله عز وجل. أتخشونهم؟ والله أحق أن تخشوه. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم، إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. فراقب الله يا أخي، اتق الله، سواء كنت مع الناس أو مع نفسك. إن الذين يخشون ربهم بالغيب، شوف بالغيب يعني هم غائبين عن الناس، لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به، إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الطلبة يسأل عن درس الفجر غدا، هل هو درس الفجر بالغد، هل هو الإجازة شاملته ولا لا؟ ماشي، ما موجود إن شاء الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: عمتي تتعامل مع الجن. يقول السائل: إن عمته تتعامل مع الجن، فهجرتها، فقالت لي أمي: لا تهجرها كي لا تؤذيك بمن معها. يقول: ماذا أصنع؟ أعوذ بالله. ويخوفونك بالذين من دونه، لا يجوز هذا، وانصح أمك عن هالكلام. لا،
يعني لا تقربها ما دام تعامل مع الجن حتى تتوب إلى الله عز وجل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، المحرم هل يجوز له أن يلبس الإزار المخيط؟ لا، ما صار محرم. المحرم يتجرد، يتجرد من المخيطات كما تجرد النبي صلى الله عليه وسلم، ويلبس إزارا ورداء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أحرمت المرأة بالحج متمتعة ثم حاضت قبل الطواف، يقول فما الواجب عليها؟ تنتظر، فإن أمكنها أن تؤدي العمرة قبل الحج ينقطع عنها الدم وتغتسل قبل الحج، فإذا انقطع فإنها تؤدي العمرة. وأما إذا استمر معها وضايقها الوقت فإنها تنوي تحرم بالحج وتدخله على العمرة وتكون قارنة، كما فعلت عائشة رضي الله عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم بأمره عليه الصلاة والسلام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول معجون الأسنان الذي يكون فيه رائحة عطرية وكذلك الصابون المعطر، هل يجوز للمحرم أن يستعمله؟ إذا كان تبقى رائحته لا يجوز له، أما إذا كانت تزول ولا تبقى فلا مانع. نعم. وهل يجوز للمحرم أن يشرب قهوة الزعفران؟ لا، الزعفران نوع من أنواع الطيب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز للمرأة أن تلبس الجوارب إذا خشيت أن تظهر قدميها حال الصلاة؟ نعم، هذا بعد أحسن، الجوارب أحسن، أستر لها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا تنجس الثوب ببول أو غيره ثم صلى به المرء ناسيا وتذكر بعد انتهاء الصلاة، هل تجب عليه الإعادة؟ الصحيح أنه لا بأس، إن صلاته صحيحة ويعذر بالنسيان، صحيح أنه يعذر بالنسيان وصلاته صحيحة إن شاء الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل ما حكم إهداء ثواب النوافل من العبادات كالعمرة وقراءة القرآن وغير ذلك؟ ما يهدى إلا ما ورد به الدليل، مثلا الدعاء يهدى، الصدقة تهدى، الحج أو العمرة يهديان، لا بأس. وأما قراءة القرآن وغير ذلك من العبادات فلا، قال تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل محبة الزوجة لزوجها وقولها إنها لا تستطيع العيش بدونه، هل هذا من المحبة لغير الله والتعلق بغيره؟ هذه طبيعية، محبة طبيعية، وجعل بينكم مودة ورحمة، هذه محبة طبيعية، ما هي محبة عبادة فلا بأس بها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول كان عندي وساوس في الإيمان فسألت طالب علم عن معنى الإيمان فقال هو التصديق الجازم بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، يقول هل قوله هذا صحيح؟ هذا قول المرجئة، الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، هذا مذهب أهل السنة والجماعة وليس مجرد التصديق فقط. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا أتيت وقد انتهت الجماعة من الصلاة ووجدت شخصا قد فاته شيء منها، فهل لي أن أدخل معه؟ لا، شوف واحد جاي داخل ولا يقوم واحد من الحاضرين يصلي معك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل أنا أحرص على طلب العلم ولكنني أفعل المعاصي ثم أتوب ثم أعود إليها،
يقول ما النصيحة في ذلك؟ أن تستمر على طلب العلم وتستمر على التوبة. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. واصل التوبة ولو تكرر منك الذنب، لا تقنط من رحمة الله، ولا تقول أنا عصيت ورجعت ولا لي توبة كما يقول الشيطان أو الجهال. لا، لك توبة، تب إلى الله، كل ما أذنبت تب إلى الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز سفر المرأة لوحدها بدون محرم عن طريق التنقل بالطائرة في مناطق المملكة؟ هذه معصية للرسول صلى الله عليه وسلم. يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم، الطائرة على قدميها، على السيارة، على بعير، على دابة. الحديث عام يا أخي، من يخص الحديث؟ الحديث لا يخصص إلا بدليل. نعم. والمرأة بحاجة إلى المحرم ولو هي في الطائرة، بل ربما أن حاجتها إلى المحرم وهي في الطائرة أكثر، لوجود الزحمة في الطائرة ووجود الناس، تبي من يدافع عنها، ولو مرضت من اللي يشيلها ومن اللي تولاها، لو انحرفت الطائرة عن طريقها بسبب من الأسباب إلى بلاد أخرى، من الذي يستقبلها؟ وين تروح؟ نعم. اتركوا هالكلام الفاضي اللي يجيبه بعض المتساهلين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول شخص مبتلى بسلس البول. نعم. شخص مبتلى بسلس البول، متى يتوضأ لصلاة الجمعة؟ عند الصلاة الجمعة أو غيرها الذي فيه سلس البول أو الحدث الدائر، يتوضأ عندما يريد الصلاة ويصلي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما الأفضل للإنسان إذا دخل المسجد، أن يستمع إلى المحاضرة والدرس أو يبادر إلى تحية المسجد؟ تحية المسجد ويخففها، يؤدي تحية المسجد ويخففها ويجلس للاستماع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يصح تقسيم البدعة على الأحكام التكليفية الخمسة، أو تقسيمها إلى حسنة وسيئة؟ وش الدليل على هذا التقسيم؟ الرسول ما قسم، قال كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة، ولا قسم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل هل يقال دعاء السفر عند ركوب السيارة ولو لم يقصد سفرا؟ لا، هذا عند السفر، عندما يريد، إذا ركب الطائرة، السيارة، الدابة، يريد السفر يأتي بذكر السفر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الدعاء الوارد عند ركوب الدابة، يقول هل يقال عند ركوب المصعد؟ لا، المصعد ما هو بدابة. نعم. فضيلة الشيخ، لكن يقول بسم الله، إذا دخل فيه يقول بسم الله ويكفي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول من الذي له أن يحذر من أهل البدع ويبين خطأهم؟ العلماء، العلماء المتمكنون هم اللي يحذرون من أهل البدع ويعرفون البدع. أو كل من قال بدعة يصير بدعة، لازم البدعة لها ضوابط، ولا يعرفها إلا أهل العلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز للمحرم أن يلبس النعال التي من الصندل أو النعال التي لها مرء؟ ما في بأس، النعال مسموح يا أخي للمحرم، النعال أي شكل منها مسموح للمحرم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا جاوز المحرم، أو إذا جاوز الإنسان الميقات قبل إحرامه وهو مريد للحج أو العمرة، فهل يجب عليه الرجوع أو يحرم من مكانه ويفدي؟ لا، ما يجوز له يحرم بعد ما يتعدى الميقات، يرجع ما دام يمكنه الرجوع، يرجع ويحرم من الميقات. إن تعذر عليه الرجوع يحرم من المكان اللي هو
تذكر فيه يحرم منه يكون عليه فدية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا لم يتيسر للإنسان الحاج أن يبيت في منى، فهل له أن يبيت في مكة؟ يبيت في طرف الحجاج مثل المصلي، إذا ضاق المسجد يصلي مع اللي يصلون خارج المسجد في الصفوف اللي خارج المسجد، اتقوا الله ما استطعتم، يكون مع الحجاج، يروح له الشقة مرفهة ومزينة، هذا يبي يفرح ولا يبي منى، ولهم دور مكان في منى، دام تبي تعطيه شقة مرفهة وباردة لا، يصير مع الحجاج يلفخ الهوى والحر ويتعود أمور الحج مع الحجاج. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل للمرأة مطلقا أن توكل في رمي الجمار؟ هل للمرأة أو يجوز للمرأة مطلقا أن توكل في رمي الجمار؟ المرأة وغيرها، كل من لا يستطيع رمي الجمار أو يشق عليه يوكل، أما من يستطيع فإنه يجب عليه أن يباشر الرمي لأنه يعني عبادة أشرها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا صليت الظهر وكنت قد نسيت أن أصلي الفجر، إذا صليت الظهر وكنت قد نسيت أن أصلي الفجر ولم أتذكر ذلك إلا بعد الانتهاء من الظهر، هل أعيد؟ لا بأس، لا ما تعيد، يسقط الترتيب بنسيانه، يقول العلماء: يسقط الترتيب بنسيانه وبخشية خروج وقت الحاضرة، لهذين السببين. نعم. انتهى. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.